بل لغة تتسامى في العليا لغة القرآن. طيب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا كلها إلى خير. اللهم اجعل أعمالنا وعلومنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا تطبيقها والعمل بها على نحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. تفضل يا أخ عبد الله، اقرأ المتن من عند أولا باب المبتدأ، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المبتدأ والخبر مرفوعان، كالله ربنا ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم. ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص، نحو ما رجل في الدار، أإله مع الله، ولعبد مؤمن خير من مشرك، وخمس صلوات كتبهن الله. والخبر جملة لها رابط، كزيد أبوه قائم، ولباس التقوى ذلك خير، والحاقة ما الحاقة، وزيد نعم الرجل، إلا في نحو قل هو الله أحد، وظرفا منصوبا نحو والركب أسفل منكم، وجارا ومجرورا ك الحمد لله رب العالمين، وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين. ولا يخبر بالزمان عن الذات، والليلة الهلال متأول. ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي، النحو ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي، نحو أقاطن قوم سلمى. أقاطن قوم سلمى، وما مضروب العمران. وقد يتعدد الخبر نحو وهو الغفور الودود، وقد يتقدم نحو في الدار زيد وأين زيد، وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر نحو سلام قوم منكرون، أي عليكم أنتم. ويجب حذف الخبر قبل جوابي لولا والقسم الصريح والحال الممتنع كونها خبرا، وبعد واو المصاحبة الصريحة نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين، ولعمرك لأفعلن، وضربي زيدا قائما، وكل رجل وضيعته. باب النواسخ لحكم المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع، أحدهما كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ ومن فك وما برح وما دام، فيرفعن المبتدأ اسما لهن، وينصبن الخبر خبرا لهن، نحو وكان ربك قديرا. وقد يتوسط الخبر نحو فليس سواء عالم وجهول، فليس سواء عالم وجهول. فليس سواء عالم وجهول. وقد يتقدم الخبر إلا خبر دام وليس، وتختص الخمسة الأول بمرادفة صار وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام، أي الاستغناء عن الخبر نحو وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وكان بجواز زيادتها متوسطة النحو ما كان أحسن زيدا، وحذف نون
وحذف نون مضارعها المجزوم وصلا، إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب متصل، وحذفها وحدها معوضا عنها ما في مثل أما أنت ذا نفر، ومع اسمها في مثل إن خيرا فخير، والتمس ولو خاتما من حديد. حذف كان، نعم. وحذفها وحدها معوضا عنها ما في مثل أما أنت ذا نفر، ومع اسمها في إن خيرا فخير، والتمس ولو خاتما من حديد. في مثل، الشرح. عندك مثل ايه؟ نعم، عندك في مثل، في مثل و ومع اسمها في مثل إن خيرا فخير. في مثل هكذا أم نسختي، النسخة أيوة في مثل أما أنت ذا نفر، ومع اسمها في إن خيرا فخير، والتمس ولو أيضا. هنا خاتم. في عندك كلمة مثل دكتور، ومع اسمها في مثل إن خيرا فخير. نعم تفضل. الشرح. من خصائص كان جواز حذفها، ولها في ذلك حالتان، فتارة تحذف وحدها ويبقى الاسم والخبر ويعوض عنها ما، وتارة تحذف مع اسمها ويبقى الخبر ولا يعوض عنها شيء. لازم يكون ولا يعوض عنها شيء. لا، ولا يعوض عنها، مضبوط، ولا يعوض عنها شيء. فالأول بعد أن المصدرية في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل، كقولهم أما أنت منطلقا انطلقت، أصله انطلقت لأن كنت منطلقا، فقدمت اللام وما بعدها. لأن أصله دكتور، يا دكتور أصله انطلقت لأن كنت، يعني هون نفتح اللام. أصله انطلقت لأن كنت منطلقا، فقدمت اللام وما بعدها على الفعل للاهتمام به أو لقصد الاختصاص، فصار لأن كنت منطلقا انطلقت، ثم حذف الجار اختصارا كما يحذف قياسا من أن، كقوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي في أن يطوف بهما، ثم حذفت كان اختصارا أيضا، فانفصل الضمير فصار أن أنت، ثم زيد ما عوضا فصارت أن ما أنت، ثم أدغمت النون في الميم فصار أما أنت. وعلى ذلك قول العباس بن مرداس من البسيط: أبا خراشة أما أنت ذا نفر، فإن قومي لم تأكلهم الضبع. أصله لأن كنت، فعمل فيه ما ذكرنا. والثاني بعد إن ولو الشرطيتين، مثال ذلك بعد إن قولهم المرء مقتول بما قتل به، إن سيفا فسيف وإن خنجرا فخنجر، والناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال الشاعر من الكامل: لا تقربن دكتور، الدهر آل مطرف، إن ظالما أبدا وإن مظلوما، أي إن كان ما قتل به سيفا فالذي يقتل به سيف، وإن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير، وإن كنت ظالما وإن كنت مظلوما. ومثاله بعد لو قوله عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. وقول الشاعر من البسيط: لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملك، جنوده ضاق عنها السهل والجبل، أي ولو كان ما تلتمس خاتما من حديد
ولو كان الباغي ملكا. جزاك الله خيرا يا دكتور. وإياكم. إذن بدأنا في الدرس الماضي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربعين. في الدرس الماضي بدأنا ببعض خصائص كانا، فذكرنا في الأسبوع الماضي من خصائص كانا أنها تزاد بينما تعجبية وفعل التعجب، وقال تزاد بين شيئين متلازمين، فذكر من ذلك بين ما تعجبية وفعل التعجب، وقلنا أنها هو اشترط لا تكون بين الجار والمجرور، مع أنه ذكرنا هناك شاعر على كان المسومة العرابي أو العرابو، فلم نأتي بالشاهد. أيضا في بيت يقول وإخوان لنا كانوا كرام، أيضا بين الصفة والموصوف أيضا تزاد كان. وذكرنا في الأسبوع الماضي من خصائص كان حذف نون مضارع المجزوم، حذف نون مضارع المجزوم بخمسة شروط. قلنا أن تكون لفظ المضارع مجزوم لم يكن أو لم أكن، هذا شرط، هذان شرطان. الشروط الثلاثة ألا يوقف عليها، وألا يأتي بعدها ساكن مثل أل، ولا يتصل بها ضمير. هاتان خاصتان ذكرتا في الأسبوع الماضي. اليوم عندنا خاصة جديدة من خصائص كانا تنفرد بها عن باقي أخواتها، وهي حذفها وتعويض عنها أم غير تعويض. فقال حذفها على نوعين، إما أن تحذف بمفردها ويعوض عنها بما، أو أن تحذف مع اسمها ولا يعوض عنها بشيء. فأولا حذفها بمفردة، كأنه اللي الوضح أن اللام كأنه هي حرف جر، لما قال انطلقت لأن كنت منطلقا، أنا قلت بالفتح، بس هي كأنه لما ذكر حذف الجار لأن، يعني لأن كنت منطلقا انطلقت. فقال متى يجوز حذف كان وتعويض عنها بما؟ إذا كانت بعد، وقعت بعد أن المصدرية، وأريد بها تعليل فعل، أريد تعليل فعل بها. فقال الأصل انطلقت لأن كنت منطلقا. فعندما نحذف كان، الاسم هذا التاء ضمير المتصل ينقلب إلى منفصل، لأن الضمير المتصل لا يصح الابتداء به ولا يصح أن يأتي أولا، فلا بد أن نستعيض عنه بالضمير المنفصل. إذا تصبح الجملة انطلقت لأن ما أنت منطلقا، ثم حذف الجار واللام وأدغم ما في أن، أصبحت الجملة انطلقت أما أنت منطلقا، أي لأن كنت منطلقا أو لأن كنت منطلقا. إذن عندي ثلاثة خطوات. الخطوة الأولى نحذف كان ونعول عنها ما، فينقلب الضمير المتصل في اسمها إلى ضمير منفصل، ثم نحذف الجار قبل حرف المصدر، ثم ندغم أن في ما فتصبح أما أنت منطلقا. أما أنت مثلا مسافرا تقول سافرت أما أنت مسافرا، يعني لأن كنت أو لأن كنت مسافرا سافرت. واستشهدوا كما قال ببيت العباس بن مرداس من البسيط، أبا خراشة أما أنت ذا نفر، أي لأن كنت ذا نفر، فإن قومي لم تأكلهم الضبع. قال الضبع هنا بمعنى السنين العجاف. إذن أما أنت بمعنى أن كنت، أن كنت. هذه الماء المدغمة بالنون هي ما عوض عن كان المحذوفة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية حذف كان مع اسمها، ويختص ذلك بعد أدوات الشرط أن ولو. فعندنا شواهد من النثر والشعر في قولهم إن، قولهم المشهور الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أو قول سيدنا عمر المرء مقتول بما قتل به، إن سيفا فسيف وإن خنجرا فخنجر. قال التقدير إن كان ما قتل به خنجرا فالمقتول به خنجر مثله، وإن كان ما قتل به
سيفا فالمقتول به سيف مثله. وكذلك قولهم في الحديث الثاني: الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا، أي إن كان عملهم خيرا. لاحظوا أنا حذفت كان مع اسمها، إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خيرا، وإن كان عملهم شرا فجزاؤهم شر مثله والعياذ بالله. الشاهد من البيت الشعر: إن ظالما أبدا وإن مظلوما، أي إن كنت ظالما أو إن كنت مظلوما لا تقربن الدهر آله طرف. هذه الحالة الأولى بعد إن. الحالة الثانية بعد لو. عندنا شاهدان: شاهد من الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتمة من حديد لمن جاءه يريد أن يتزوج، فقال له: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. فقال له: اذهب والتمس ولو خاتمة من حديد. قال بعضه في التقدير: ولو كان الملتمس خاتما من حديد. والبيت الشعر الذي استشهدوا به: لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، جنوده ضاق عنها السهل والجبل، أي ولو كان ملكا. فلا أحد يستطيع أن يأمن الدهر أو يأمن غوائله أو يأمن عواقبه. حتى الآن الكلام واضح إن شاء الله. إذا هذه الخصيصة الثالثة من خصائص كان أنها تحذف إما مفردة أو مع اسمها. حذفها مفردة يختص بأن تقع بعد أن المصدرية ويراد منها تعليل فعل بفعل، وحذفها مع اسمها يختص بمجيئها بعد أن ولو الشرطيتين. واضح إن شاء الله؟ طيب الحين نريد شخصاً يقرأ الفقرة التي تليها مع الشرح. نعم سيدي، تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أخوات ليس ما النافية، وما النافية عند الحجازيين كليس إن تقدم الاسم ولم يسبق بإن. ولا بمعمول الخبر إلا ظرفا أو جارا ومجرورا، ولا اقترن الخبر بإلا نحو ما هذا بشرا. شين: ليعلم أنهم أجروا ثلاثة حروف من حروف النفي أجرى. أجروا ليعلم أنهم أجروا ثلاثة حروف من حروف النفي مجرى ليس في رفع الاسم ونصب الخبر، وهي ما ولا ولات، ولكل منها كلام يخصها. والكلام الآن أبو عامر عدلنا من أول لأنه صوتك انقطع معك بعد إذنك. نعم، من عند أين؟ ولا بمعمول الخبر إلا ظرف. من عند إعلم. إعلم. نعم، ليعلم أنهم أجروا ثلاثة حروف مجرى النفي. أنه ليعلم أنهم أجروا ثلاثة حروف حروف النفي مجرى ليس في رفع. نقول مجرى. أبو عامر لو قلنا أجروا هذا فعل رباعي نقول مجرى. تمام. ليعلم أنهم أجروا ثلاثة حروف من حروف النفي مجرى ليس في رفع الاسم ونصب الخبر، في ما ولات ولا ولات، ولكل منها كلام يخصها. والكلام الآن في ما وإعمالها عمل ليس، وهي لغة الحجازيين في اللغة القويمة، وبها جاء التنزيل. قال الله تعالى: ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم. ولإعمالها عندهم ثلاثة شروط: أن يتقدم اسمها على خبرها، وأن لا تقترن بإن الزائدة، ولا خبرها بإلا فليس. فلهذا أهملت في قولهم في المثل: ما مسيء من أعتب، لتقدم الخبر. وفي قول الشاعر من البسيط:
بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. حاول أنتم الأولى حرك بالضم. بني غدانة ما إن أنتم ذهب. سأل وزن. نعم. بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. نعم. بوجود إن المذكورة وفي قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما أمرنا إلا واحدة لاقتران خبرها بإلا. وبنو تميم لا يعملون ما شيئا ولو استوفت الشروط الثلاثة فيقولون ما زيد قائم ويقرؤون ما هذا بشر بشر. نعم نعم. طيب جزاك الله خيرا وإياكم. إذا هنا دخلنا في تقريبا فصل جديد تابع لباب كان وهو الأحرف التي أعملت عمل ليس عند العرب. هنا ذكر ثلاثة أحرف وهي ما ولا ولاتا. أولا بدأ بما يعني أم الباب. طبعا ما لشبهها في ليس بالنفي، ليس تفيد النفي ولكنها فعل لأنها تقبل علامة الفعل، تقول ليست تدخل عليها تاء التأنيس، ونحن اتفقنا منذ البداية أن تاء التأنيس من علامة الفعل الماضي، وكذلك تاء الفاعل تقول ولست كما قال الشاعر ولست بحلال التلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفدي. إذن ما تعمل عمل ليس، ولكن هناك شروط، وهذا العمل قالوا عند لغة الحجازيين كما ذكر ابن هشام رحمه الله وهي اللغة القويمة التي جاء بها القرآن الكريم. أما بنو تميم فلا يعملونها شيئا. شروط عمل ما أو شروط إعمال ما عمل ليس ثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يتقدم خبرها على اسمها، يعني الترتيب، بينما ليس لأصالتها في الباب مر معنا يجوز في خبرها أن يتوسط بينها وبين اسمها، واختلفوا في تقديم الخبر على ليس كما قلنا لأنه لم يرد شاهد صريح، ورد شاهد يحتمل، جاء معمول الخبر وهو الظرف أو الجار والمجرور متقدما، بعضهم قال هذا في خاص بالظرف وليس معناه تقديم الخبر. إذن هنا ما لأنها فرع من ليس لا يحق لها أن تعمل أو تأخذ كامل صلاحيات ليس، فهكذا ورد عند العرب أنه تعمل ولكن بشرط ألا يتقدم خبره على اسمها. هذا أول مثال. زي قال في المثل ما مسيء من أعتب امتنع العمل، يصح نقول ما مسيء من أعتب. لاحظوا لو أخرت الخبر يصح نقول ما من أعتب مثلا مسيئا مثلا، ولكن لا يستقيم الكلام سبحان الله. لاحظ المثل مسبوك سبكا محكما. الشرط الثاني ألا يليها إن النافي، يعني هي ما تفيد النفي وتأتي بعد إن النافي أو يسمونها إن الزائدي فيمتنع عملها. طبعا هذه في القرآن مو موجودة، ولقد مكناهم في ما إن مكناكم فيه. قال هم ما بالقرآن هو ما بمعنى الذي، مو ما نافي. وقد مكناهم في ما في الذي ما مكناكم فيه. طبعا استشهد بيت من الشعر يقول بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. هنا امتنع العمل لوجود إن، لو حذفت إن يقول ما أنتم ذهبا ولا صريفا. ماشي. طيب الشرط الثالث هذا هنا قال ألا يأتي خبرها مسبوقا بإلا، وبعضهم كما في الألفية يقول ألا ينتقض نفيها، يعني شرط إعمال ليس إعمال ما عمل ليس أن يبقى النفي مستمرا، استمرار النفي. تقول مثلا ما هذا بشرا، لاحظ النفي مستمر. أما لو قلت ما هذا إلا بشر قال إلا تفيد النفي وما تفيد النفي، كما يقولون في الرياضيات سالب في السالب موجب، لا
نفي النفي إثبات، فهنا نقول انقطع نفيها بإلا بطل عملها. وذكر على ذلك آيات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أو الآية الأخرى التي ذكرها. نعم، إذن هذه الشروط الثلاثة يجب توافرها حتى تعمل ما النافع عمل ليس، فإذا عملت أو فإن عملت سميت الحجازية، سميت ما الحجازية، وإن أهملت سميت ما التميمية للتفصيل أو التفريق بينها وبين المهمل والعامل. وهناك يعني من الطرفة يذكرون حادثة أن رجلا لقي رجلا فأراد أن يعرف هذا الرجل من أين، من أي قبيلة، فيقول في البيت ومهفف الأعطاف قلت له انتسب، فأجاب ما قتل المحب حرام، فأجاب ما قتل المحب حرام، فعلم أنه من الحجاز، ولو قال ما قتل المحب حرام لكان من تميم. هذا البيت يعني على الهامش نأخذه فقط، هذه يعني الرواية هكذا تقول الرواية. إذا الآن مفهوم عمل ما إن شاء الله يا شباب، إذا أهم شيء ثلاثة شروط: ألا يتقدم خبره على اسمها، يعني كما يقولون مراعاة الترتيب مهم واجب. الشرط الثاني ألا يأتي بعدها، ألا يليها إن النافي أو إن الزائدي، أي شرط ثاني. الشرط الثالث ألا ينتقض نفيها بإلا، أو نقول ألا يأتي قبل خبرها إلا. إن شاء الله الكلام واضح. نأخذ الفقرة التي تليها ونتوكل على الله عز وجل. تفضل يا شباب، من يريد أن يقرأ الآن؟ الثانية لا. وكذا لا النافية في الشعر بشرط تنكير معموليها نحو تعزف لا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقيا. قال في الشرح الحرف الثاني مما يعمل عمل ليس لا، كقوله من الطويل تعزف لا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. ولإعمالها أربعة شروط: أن يتقدم اسمها، وألا يقترن خبرها بإلا، وأن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وأن يكون ذلك في الشعر لا في النثر. فلا يجوز إعمالها في نحو لا أفضل منك أحد، ولا في نحو لا أحد إلا أفضل منك، ولا في نحو لا زيد قائم ولا عمرو. ولهذا غلط المتنبي في قوله إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. وقد صرحت بالشرطين الأخيرين ووكلت معرفة الأولين إلى القياس على ما، لأن ما أقوى من لا ولهذا تعمل في النثر. وقد اشترطت في ما ألا يتقدم خبرها ولا يقترن بإلا، فأما اشتراط أن لا يقترن الاسم بإن فلا حاجة له هنا، لأن اسم لا لا يقترن بإن. جزاك الله خيرا. طيب، إذن هنا جاء الدور الحديث عن لا النافي. هل يجوز في لا النافي أن تعمل عمل ليس كما صح ذلك في ما النافي؟ قال نعم يجوز، ولكن بأربعة شروط. يأخذ الأمر كل ماله أما يتعقد كما يقولون، يبدو بسيطة ثم يأخذ بالتعقيد شيئا فشيئا. طيب، الشروط لاحظ في منها مشتركة بين ما ولا، كما قال مثلا ترتيب بين اسمها وخبرها موجود، عدم انتقاض النفي، عدم مجيء إلا قبل الخبر موجود. طيب، ما هما الشرطان الجديدان؟ أول شرط لاحظ حجم عمل لا في أن يكون اسمه خبر ونكرتين، بينما في ما يجوز كما قلنا ما هن أمهاتهم. لاحظ الاسم خبر معرفة، ما هذا بشرا اسمها معرفة، في لا لا يجوز ذلك، يجب أن يكون اسمه خبر ونكرتين. الشرط الرابع وهو الأشد أن يكون ذلك في الشعر دون النثر. لماذا؟ هكذا وردت
يعني السؤال كأنه اعتبروه هذا خاص بالشعر، يعني إعمال لا عمل ليس تجوز من باب التجوز، فيجوز في الشعر ولا يجوز في النثر. الشاهد على ذلك يقول تعزى، يعني خذ لنفسك العزاء، فلا شيء على الأرض باقية. الإنسان عندما تصيبه مصيبة عليه أن ينظر فيما حوله، فلا شيء على الأرض باقية. لاحظ اسم لا شيء وخبرها باقيا، فلا شيء على الأرض باقيا. ولا وزر مما قضى الله واقيا، أيضا الوزر هو الجبل. ولا وزر واقيا، من أي شيء يقيك؟ مما قضى الله. ولا وزر واقيا مما قضى الله. هنا إذا بدنا نلاحظ المسوغات الابتلاء بنكرة، وجود لا، لاحظ إذن جاز الابتلاء بنكرة وجود نفي، هذا أهم شيء. وممكن أن نقول في الأولى فلا شيء على الأرض، أيضا هنا جاءت النكرة مختصة بالصفة، الصفة بالجار ومجرور، جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة لشيء، أي فلا شيء كائن على الأرض باقيا. إذا بعد أن علمنا هذه الشروط ذكر لك حالات يمتنع العمل، كل واحدة لها سبب، إما أن يكون اسمها معرفة، أو أن يكون مثلا انتقض خبرها بإلا، أو تقدم الخبر، أو جاء معرفة، أو كذلك. طبعا حتى المتنبي قال غلط في هذا البيت الذي يقول فيه إذا المال لم يرزق أو إذا الجود لم يرزق خلاصة من الأذى. الأذى كما ورد في القرآن هو المن، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يقول لك إذا الجود لم يرزق خلاصة من الأذى والعياذ بالله، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. هذا طبعا المتنبي ليس قوله حجة، أهم شيء أن ننتبه. المتنبي عاش في العصر يعني تقريبا في القرن الرابع هجري، في القرن الرابع هجري، ليس من عصر الاحتجاج، ولكن مع ذلك يعني هو يغلط، يقولون هذا غلط من المتنبي، كلامه ليس مطابقا للقواعد أو الأصول التي كان يسير عليها أسلافنا. واضح يا شباب؟ طيب في أي ملاحظة؟ إذن عمل لا أسهل من عمل ما، إنها في الشعر خاصة. الحين مر معنا اليوم كثير من الأبيات نريد أن نعرب. لا تقربن، لا الناهية تجزم الفعل المضارع. إذا نقول لأن هي حرف جازم، تمام، حرف نعم. جازم. تقربن، تقربن يكون صار مأخوذ عندنا من الماضي. كيف انجزمت؟ اسم أم فعل هذه الكلمة يا دكتور؟ اسم أم فعل؟ فعل هو فعل. ما نوع الفعل هذا؟ فعل ماضي. لا فعل مضارع. فعل مضارع. فعل مضارع. قلت له الناهي، ماذا نقول فورا؟ فعل مضارع مجزوم بلا الناهي. هنا ننتبه، إذا قلت مجزوم ما علامة جزمه؟ يجب أن تكون على جزمه السكون. هو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. في محل جزم بلا ناهي. في محل جزم بلا ناهي. يا شباب، عندما تجتمع عندي حالتا بناء وإعراب في فعل، فإننا نقدم البناء على الإعراب لأنه أقوى، ونعطي الحرف الناصب أو الجازم حقه الإعرابي، لا ننساه. ولكن لاحظ هذا الدليل على أن البناء أقوى، لم يعد يتأثر الفعل بما يسبقه من العوامل في الظاهر، ولكن نقول في المحل في التقدير هو في محل الجزم. لا ننساه شيخ أبو ثابت. لا ننساه أم لا ننسه؟ لا أنا أقول بالإخبار لا ننساه، يعني نعطي الحرف الناصب، لاحظ أنا قلت نعطي الحرف الناصب أو الجازم حقه من الإعراب، ولا ثم شو قلت ثم يعني إذا اجتمعت حالتا إعراب في اسم أو فعل، فإننا نقدم البناء على الإعراب ونعطي الحرف الناصب أو الجازم حقه من الإعراب، أي لا ننساه من الإعراب، يعني لا ننساه من هذا الأمر. أنا أحكي على الإخبار ليس على الإنشاء إن شاء الله. تفضل دكتور، أعد الإعراب مرة ثانية حتى يرسخ في ذهن الشباب. لا الناهية
حرف جازم، أقربن فعل مضارع مجزوم، أقربن مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة وهو في محل جزم بلا، فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. طيب ونون توكيد، ماذا نعلم نون توكيد؟ لا محل لها من الإعراب. نقول نون توكيد الثقيلة حرف لا محل لها من الإعراب. طيب الدهرة، الدهرة ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أي بس هنا والله أعلم يعني لم تعد ظرفا هنا، أنا هكذا أظن أن هنا النهي مسلط على الدهر، أي لا تقربن الدهر. لحظة، هكذا أظن أنه هو ينهاه عن يعني المساس بالدهر، إلا إذا كان يقصد لا تقربن آل مطرف يعني هو، ولا يا سيدي كما... أنا شرح بيتي أعتقد أنه لا تقربن مدى الدهر آل مفعول به سيدي، هو الدهر كما ذكر الدهر ظرف زمان، يعني لا تقربن مدى الدهر آل مطرف، آل هي التي مفعول به. نعم أنا سبحان الله ظننت أن الشاعر يحذر الإنسان، يعني بمعنى أنه كما قال الرسول لا تسبوا الدهر، واضح أنا ظننت البيت في هذا المعنى أنه لا تقربن الدهر بمعنى لا تعاد الدهر أو لا تجعل الدهر غرضك أو غرضك، أو بمعنى يعني لا تمسه بسوء أو تقول عنه شيئا مثلا أن الدهر هو الله عز وجل، هكذا ظننت في البداية. على كل حال هو يعني أظن أنه مشروح في الحاشية تحت ومعرب. الآن بعد أن نعلم ننتظر أو ننظر إذا كان إن شاء الله إعرابنا صحيحا أم لا. تفضل، إذا مفعول فيه ظرف زمان منصوع عن نصب الفتحة وهو متعلق بالفعل تقربنا. طيب آل مطرف، آل مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، مطرف مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره. جزاك الله خير. هل على الإعراب كنت أظنه، أنا كنت أظن أنه آل مطرف كأنه منادى، كنت أظن أنه يعني لا تقربن الدهر يا آل مطرف، واضح هكذا كنت يعني أظن هذه العبارة. طيب الشطر الثاني أبو عامر، إن ظالما أبدا وإن مظلوما، وإن ما بعرف، انظر البيت أمامك في الشاشة يا أبو عامر. البيت أمامي بس يعني ما بعرف. شو تعرف تعرف؟ إيه. لماذا؟ إن كان ظالما أبدا وإن كان مظلوما. لا مو إن كان، إن كنت، إن كنت ظالما. إن كنت. طيب. إن حرف شرط غير جازم. لا انتبه ركز، إن حرف شرط جازم. حرف شرط جازم. كنت أعرف كنت المحذوفة؟ لا أنت لما تعرف كنت، لما تعرف ظالما شو تقول في إعراب ظالما؟ ظالما خبر كنت المكان المحذوفة، خبر كان المحذوفة مع اسمه، خبر مع كان المحذوفة منصوع عن تصميم الفتحة والتقدير إن كنت ظالما. نعم أبدا مفعول فيه، أبدا مفعول فيه ظرف زمان، نعم منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، نعم. واو حرف عطف، نعم. إن أيضا حرف شرط جازم، تمام. مظلوما خبر كان محذوفة منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره مع اسمها، مع اسمها، نعم. الجملة الأولى لا تقربن الدهر آل مطرف، ابتدائية لا محل لها من الإعراب. إيه ولكن ما نوعها؟ أول شيء علينا أن نحدد نوع الجملة. جملة فعلية لا محل لها من الإعراب، ابتدائية لا محل لها. جملة فعلية لا محل لها من الإعراب. الحين إن ظالما، لاحظ وجود هلا هون عندك أنت كنت ظالما، عفوا هذه الجملة نقول جملة فعل الشرط المحذوفة، جملة يعني كان محذوفة مع اسمها لا محل لها من الإعراب.
اي بس جمله فعليه لا محل اعراب، لانها شو مسميها جمله الشرط غير الظرفيه، جمله الشرط غير الظرفيه، بمعنى لو كان محل انا اذ محل ان اذا لاصبحت في محل جر بالاضافه، واضح؟ نعم نعم. كذلك وان مظلوما، الجمله اللي كان محذوفا مع اسمها ايضا نقول جمله فعليه لا محل اعراب لانها جمله الشرط غير الظرفيه. طيب جزاك الله خيرا. الحين ناخذ البيت الثاني. لا يامن الدهر ذو بغي ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل. نريد معربين كل واحد يختص بشطر. تفضل يا شباب. يلا يا ملهم. السلام عليكم ورحمه الله. تفضل. لا ناهية حرف لا. جازم لا محل له من الإعراب. لا إيش لا يأمن الدهر لا يأمن يأمن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون وحرك بالكسر منعا من التقاء الساكنين. أمشي تقول مجزوم بلا حدد الجازم. نعم. له مجزوم بلا وحرك بالكسر منعا من التقاء الساكنين. لا يأمن الدهر الدهرة مفعول به منصوب العلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هنا الدهرة قولا واحدة مفعول به وليست ظرف ثمانية يا شباب. نعم أحسن. ذو بغي ذو فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة. أحسن. بغي بغي مضاف إليه مجرور علامة جره الكسر الظاهر على آخره. آخر كلمتين ولو ملكا تفضل. الواو حرف عطف لو هاي الواو مو حرف عطف. هاي الواو ممكن تعتبرها مثلا اعتراضية أو ممكن نعتبرها حالية. إذ لو يعني حالة كونه ملكا ولو ملكا أي ولو كان هذا ولو كان ذاك ملكا. هذا التقدير يعني هذا كونه نعم. ملكا. لو حرف شرط غير جازم. نعم. طيب ملكا ولو ملكا ملكا خبر كان المحذوفة مع اسمها. خبر كان المحذوفة مع اسمها منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أحسنت بارك الله فيك. معرب آخر يا شباب للشطر الأخير. جنوده ضاق عنها السهل والجبل. جنوده مبتدأ سيدي. نعم جنوده مبتدأ مرفوع على مترفعه الضمة الظاهرة والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة أو في محل جر مضاف إليه. أي مبني الضم في محل جر مضاف إليه. نعم. ضاق فعل ماض مبني على الفتح الظاهر. نعم. عنها عن حرف جر وهاء ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر. السهل فاعل الجر مرفوع متعلقا بالفعل ضاق. السهل نعم. فاعل الفعل ضاق مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الواو حرف عطف. الجبل اسم معطوف على السهل وعلام مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. مثله وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الحين لو أردنا أن نعرف الجمل نعود من الأخير إلى الأول أسهل. فنأخذ مثلا جملة طاق عنها السهل والجبل. ما نوع هذه الجملة أولا؟ جملة فعلية. فعلية. نعم. أحسن. هل لها محل إعراب أم لا؟ وما هو السبب؟ لها محل من الإعراب لأنها خبر المبتدأ جنوده. إذا نقول جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ جنوده. الحين أصبح عندي جملة أخرى جديدة جنوده ضاق عنها السهل والجبل. ما نوع هذه الجملة؟ اسمية. اسمية. هذه شو مسمي هذه؟ جملة اسمية ذات وجهين. جملة اسمية كبرى ذات وجهين. يعني صدر الجملة عفواً ذات وجهين. صدر الجملة اسمية وعجز الجملة الخبر جاء فعلية فيسمونها جملة كبرى. هذا التسمية بسورية بكتاب القواعد تبع البكالوريا الأدبي أول درس في إعراب الجمل يسموه الجملة الصغرى والجملة الكبرى. قال هنا جملة كبرى ذات وجهين. كيف ذات وجهين؟ من جهة تنظر إلى صدر الجملة فهي اسمية وإذا نظرت إلى عجزها تراها فعلية. ويجب أن تكون الجملة الكبرى مؤلفة من جملتين يعني داخلة وبينهما علاقة إسنادية. بينهما علاقة إسنادية يعني لو قلت جاء زيد يمشي قل هون جملة يمشي في محل نصب حال. هل نقول جملة جاء زيد يمشي جملة كبرى؟ لا نقول جملة كبرى ولا صغرى.
لا توصف بأنها كرة صورة، لأن ليست العلاقة بين الجملتين علاقة إسنادية. العلاقة إسنادية المبتدأ والخبر أو ما تفرع عنهما كما سيمر معنا في بحث مثلا ظن وأخواتها. والفعل بالفعل سيدي رئيس المسند ومسند إليه؟ إيه بس الفعل ما بيجي جملة يا شيخ باتفاق النحاة، الفعل لا يأتي جملة. نعم واضح؟ لكن دوما الجملة الكبرى مخصوصة بالجملة الاسمية، أن يعني يكون المبتدأ مثلا مفردة وخبره جملة. وإذا كانت الجملة الخبر اسمية قالوا الجملة كبرى ذات وجه واحد، وإذا كان الخبر جملة فعلية قالوا ذات وجهين. هذا الأمر إن شاء الله سيمر معنا في الأيام إذا ربنا كتب لنا عمر بعد شهر أو شهرين في بحث الاشتغال. مر معنا أمس في التحضير أنه عندما يكون عندي اسم منصوب على الاشتغال في وجوب مثلا أو وجوه ترجيح النصب عندما يكون الاسم معطوف على جملة فعلية قبله، أما إذا كان مثل هذه الجملة وأنت عطفت فأنت بالخيار إما أن تراعي صدر الجملة أو تراعي عجزها فيستوي يعني الوجهان. إذا نعرب جملة كبرى اسمية. لا لا في الإعراب لا نقول، طبعا في الإعراب لا نقول هذه جملة كبرى ذات وجهين، احنا نقول هذا المصطلح يعني سيمر معنا، أو إذا أحدكم قرأ في أحد الكتب أو سمع مثل أحد المحاضرات يقول جملة كبرى ذات وجهين ذات وجه واحد هذا المقصود به. أنا أريد عن هذه الفرصة حتى أنبه على هذا المصطلح من خلال المثال فقط. إذا جملة اسمية في محل نصب صفة. لا نصب صفة دمع. نعم جملة جنود وهو ضاق. يعني أنا أقول لك ما بعرف ما معناته ما بعرف. لا لا أعوذ بالله يا شيخ. شو يعني راح تبدي على الأخير؟ ما رحت لك ولا جيت يعني سنتين بعدك. أنا بدي أمزح معك يا أبو ثابت الله يرضى عليك. طيب إذا انتهينا من الشطر الثاني الحين. عندي الشطر الأول فيه جملتان. الجملة الأولى لا يأمن الدهر ذو بغيين، ما نوع هذه الجملة؟ جملة فعلية سيدي. إيه؟ محل لها محل الإعراب، ليس لها محل لأنها ابتدائية. تمام. طيب جملة ملكا نقول جملة فعل الشرط المحذوف، يعني كان المحذوف مع اسمها، جملة فعلية لا محل الإعراب لأنها جملة الشرط غير الظرفي، صح؟ جملة الظرف غير الظرفية. نعم لا الشرط غير الظرفية. من إعراب الواو، الواو أنا يعني شككت في إعراب الواو أو ذكرت أكثر من وجه. حين لو نظرت أنت في الحاشي ماذا ذكر محمد الدين عبد الحميد محمد الخديجي عبد الحميد رحمه الله حول هذه الواو؟ ماذا اسمها؟ وكان الواو حرف عطف على محذوف ستعلمه. ستعلمه. طيب ماذا قدر المحذوف في الأخير؟ هل ذكر شيء عن تقدير المحذوف؟ ملكا خبر كان المحذوفة مع اسمها، وكان المحذوفة مع اسمها هي فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف أيضا، والتقدير لا يأمن الدهر لا يأمن الدهر ذو البغي ولو لم يكن ملكا فلا يأمنه، ولو كان ملكا فلا يأمنه. أخي مكتوب التقدير تحت معطوفة على جملة استثنائية محذوفة تقديرها لو لم يكن ملكا. لو لم يكن ملكا. هاي بالحاشية تحت مكتوب. نعم هنا قال جملة لا يأمن الدهر ابتدائية. لا يأمن الدهر ذو بغيين. نعم لو لم يكن ملكا ولو كان ملكا. والله صار الكلام تحسه ركيك يا رجل ما. هنا سيدي كما ذكر الشيخ حسين قال وجملة لو يعني ولو ملكا مع المحذوف معطوفة على جملة استئنافية محذوفة تقديرها لو لم يكن ملكا. أنت بس أنت قرأ البيت مرة ثانية مثلا اعتبره جملة اعتبارها مذكورة. إذا قلت لا يأمن الدهر ذو بغي لو لم يكن ملكا ولو كان ملكا قدر إذا عطفتك قدر المعطوف يعني تذكره ألا تشعر في ذلك شيء من الركاكي؟ صحيح تكلف. طيب إذا هذه المسألة إن شاء الله دعونا نبحث عنها ونسأل عنها إن شاء الله، وأعدكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل أن نأتي بجواب يعني شافٍ إن
إن شاء الله حول هذه المسألة. الله يجزيكم خير. نكتفي بهذين البيتين اليوم وهذه الفقرات الثلاث إن شاء الله. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع وأن تكون الأمور أوضح من قبل. الله يجزيكم خير يا شباب، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أطلب منك يا أبا ثابت. وياكم. السلام عليكم. نلتقي في الأسبوع المقبل إن شاء الله. كل سنة وأنتم بخير. السلام عليكم يا شباب. السلام عليكم. الله معك. السلام عليكم.